أهلا بكم إلى بيروت اليوم. ضيف رئيس تحرير صفحة المحليات في النهار الأستاذ نبيل بومنصف. أهلا فيك أستاذ نبيل. الله معك. هل ستعقد جلسة تشريعية أو لا؟ يعني في 4 أيام بعد بالمنحة اللي عم ببين أغلب الإشارات أنه بتنعقد، بس أخشى بلشت تصير بالساعات الأخيرة أنه ينشأ عنا أزمة إضافية بدل ما ينشأ عنا حل للناس، مش لشيء تاني. اللي عم بلش شيء يصير بال 48 ساعة الماضي سيء. ليه عم تقول الأرجح أنها بدها تنعقد وليه بده يصير في أزمة تنعقد؟ يعني خلص نصاب الجلسة مأمن، القوى اللي تؤيد عددي. إيه طبعا عددي عددي، وحتى حيعملوا له طربوش مسائي. طربوش مسائي مع العلم أنه هون ما لازم عم يصير في غلط كتير كبير بهالثلاث 4 أيام الماضيين. منهم انه رح يعتبروا النواب المسيحيين رح يحضروا الجلسه بعد شوي كافرين، هذا غلط كثير كبير. والأسوأ من هيك انه اللي عم بيقولوا للي بدهم يجوا على الجلسه او اللي عاملين شروط عم بيخونوهم بمكان ما، يعني لا هي المنطق صح ولا هي المنطق صح. اللي بده يعمل جلسه ينقذ البلد فيها بطبع الملح الاستثنائي جدا هيدا، ما بيروح بيفرخ ازمه جديده على كعبه لبلد كل يوم عم بيفرخ له ازمه. مش هيك يعني، مش هاي القوى السياسية اللي صار لها 17 شهر بهالفشل تيجي بتطلع علينا بهالمشهد هيدا. خليني أسأل بداية عن الميثاقية. الرئيس بري اللي بيكون حريص على الميثاقية بالمرات السابقة كان يفسروا أنه حرصوا على الميثاقية يعني حضور واحدة من الكتل الأساسية. اليوم كنا عم نقرأ أنه في نواب أكان مستقلين أو ضمن كتل تانية غير المرده والطاشناك عم يعتبروا انه هي هي الميثاقيه، هل هذا تعتبر نبيه ميثاقية؟ الرئيس بري بالغ بالمراحل السابقه بموضوع الميثاقيه. بالغ يعني اي شغله ما فيش كتله كامله وازنه من طرف معين من مذهب معين كان يقطع الجلسه او ما يعمل الجلسه. طيب هو شو الاصح؟ لا هيك ولا هيك. ليش؟ هو يعني اولا اذا بتحكي المنطق الدستوري في شيء اسمه جلسه ميثاقيه. في جلسه إلى نصاب قانوني بيلحظوا الدستور لا اكثر ولا اقل. لا بيقول مسيحي ولا بيقول اسلام ولا بيقول مختلطه. بيقول في نصاب اكثريه زائد واحد لمواضيع معينه او اكثريه الثلثين لانتخاب رئيس الجمهوريه او شيء ثاني. بس هو الرئيس بس ما حدا بيقول ميثاقيه او غير ميثاقيه، هذا ابتداع صار بالسنين الاخيره. هو فات بلعبه الميثاقيه مش بس بالدعوه لجلسات مجتمع لما استقالوا الوزراء الشيعه من حكومه الرئيس سلمان. مع الاسف شديد بالعقد الاخير لما فاتت الفتنه المذهبيه على السياسه في لبنان صار في شيء نسمعه الميثاقيه وغير الميثاقيه. اما قبل ما كنا نسمع بعز الحرب ما كنا نسمعها، وبعد الحرب بعد الطائف ما كنا نسمعها. هيدي صارت بالعقد الاخير بعد ما دخلت وتحديدا بعد اغتيال الرئيس الحريري لما بلشت الازمات بقلب الحكومات مع انسحاب الوزراء الشيعه مع استقالتهم بعدين مع اتسترا. صار في عندنا شيء اسمه جديد، طبقه جديده هلا بتركب على البلد اسمها الميثاقيه. بالدستور في شيء اسمه ميثاقيه، في نصاب قانوني دستوري لمواضيع معينه نص زائد واحد، وفي نصاب ثلثين بس ما في شيء ثاني. هي او بدنا نطبقها على طول او ما بنطبقها على طول. لو عم نطبقها مثل ما هي بالدستور اليوم ما بتصلح. وصلنا لهون اليوم ما فينا نطبق اللي انت هلا عم تقوله، يعني النصاب بغض النظر عن الحضور مسلم بلا فيك تطبقيه. في ممكن يتطبق نهار الخميس الجاي بلا يمكن يتطبق. بس باوقات معينه الرئيس بري وغير الرئيس بري لما كانوا يقولوا حريصين على الميثاقيه مثل ما قلت يعني كان يحرص حضور كتله لما وزنة. كنا نحن بازمات داخليه ما إلى زيت ما إلى ارتباط بشيء خارجي مثل هاي الجلسه اللي جايه. رزمه مشاريع على الاقل 3 أو 4 منهم اذا ما بينقروا قبل اخر السنه رايح البلد على شيء ما بنعرف شيء. خطير خطير جدا، خطير كثير خطير. يعني بالمزحه مش بالمنحه التوازن المالي، البلد مليء بالموضوع المالي مع الاسف الشديد. مع الاسف الشديد اللي عم يحكوا بهالموضوع اللي مش شغلتهم اللي لازم يحكوا مش عم يحكوا كثير. اصحاب الشان هن لازم يشرحوا. لا شفت بعض الاشياء للحاكم مصرف لبنان اليوم عم بيعمل بعض التوضيحات. مش خوف من انهيار الليره، الليره مليئه، الوضع المالي مليء، مش هذا الخوف. الخوف انه يسكر علينا العالم بعد راس السنه اذا ما قرينا 3-4 مشاريع متعلقين بمكافحه الارهاب، بمكافحه بالعمل الضرائبي الى اخره، شيء العالم كله عم يشكي منه مش لحالنا. اكثر من 100 دوله بالعالم عم يشكوا من جافي لانه عم تضغط عليهم وعم تعمل بس هذا العالم ماشي هيك. نحن لهي الازمه الجايه علينا اكبر من الصراع الداخلي، وأسوأ ما يجري الان اخضاعها لمنطق الصراع الداخلي. هيدي بدها تتعالج بمنطق استثنائي جراحي
ما له علاقه باللي كان وباللي بده يصير بعدين. ثم بعد 17 شهر من الازمه الرئاسيه يلي كان ينسحب ليله 25 اذار 2014 وما بعد على كم شهر، اليوم ما بقى فيك تحكي فيه مثل نفس المنطق. انت اليوم وصلتي على بلد على شفير الانهيار، على شفير الانهيار، بدك تعالجيه بمنطق اخر. حتى لو كان عندك حق بشغله ما فيك تضلك تقولي انا معي حق بهالشغله ما بعمل هالشغله. طيب اذا واحد معه ضغط وبيتحمل الضغط وصار معه داء ذبحه قلبيه، شو بتعالج له بالاول؟ بدك تخلصه من ذبحه قلبيه، ترجع تعالج له ضغطه. يعني انت عم تقول روحوا اقعدوا الجلسه التشريعيه بغض النظر عن كل الخلافات وبغض النظر عن الميثاقيه. نعم، انا مع انعقاد الجلسه وانقاذ البلد من مشكله ضخمه وخطيره جدا اذا بهالمنحى اللي مبين. ومش انا عم بقوله، بس هي مبالغه شوي استاذ نبيل، مبالغه حتى في مبالغه في استعمل تضخيم كثير هالجمعه. ايه بالضبط، يعني باللعبه السياسيه عم تحكي عنه حضرتك. لا بما خص الخارج، لا لا مش لا مش تضخيم، لا مش تضخيم. يقال يعني شخصة شطب لبنان، حكي مصر في لبنان، مندوب البنك الدولي ببيروت قال ما هالقد الامور. يا ستي يعني وقت اللي حكوا عن قصه الشطب كان غلط، مش غلط، كان في تضخيم شوي، كان في كذا، طلع مش هالقد مضبوطه. بهذه النقطه بهو ثلاث مشاريع المطروحين على جدول اعمال مجلس النواب للخميس المقبل، على الاقل فيكم تراجعوا حاكم مصر في لبنان وهو بخبركم قديش خطورتهم عاليه اذا ما نقروا. مش هودي مش لو عم بحكي انا عن الواقع السياسي ممكن بحكي على بقول لك اياه، ولا كنت بايد الجلسه كيف ما كان، ولا ممكن بيكون واحد جراحي فيهم. هو مش منطق سياسي هذا هون للاسف، مع الاسف الشديد طريقه اللي عم يتعالج فيها الموضوع مع اللي معترضين على الجلسه اللي عم نسمعه هالثلاث ايام عنهم عم يستفزهم بزياده، وهن كمان مش مراعيين كفايه قصه. يعني منك رايح تتنازل انت لخصمك هون، انتوا رايحين لازم تروحوا تتنازلوا للناس لمصلحه البلد، وما حدا له حق من تاني مال من القوى اللي عم بايدي اللي حاملي هلا الطبل والزمر وماشي انها تستفز هذه القوى اللي عندها مطلب مشروع، موضوع قانون انتخاب مشروع، مطلب مشروع. طيب بس قديش الحاحه اليوم قدام شيء اللي جاي؟ لا هو اقل الحاحا جدا من مساله انه لبنان يتعرض لازمه مش قادر يطلع منها وممكن تعمل له مشكله ضخمه. بس هي القوى السياسيه اللي عم تشترط وضع قانون الانتخاب واستعاده الجنسيه لانه عم يقطع اشهر وما عم يتحرك وعم يتركون للحظه الاخيره ويقولوا لهم نحن امام بنود ضاغطه والا لبنان هم في ذلك محقون. مضبوط هالكلام، بس اذا ما ضغطوا بهالشكل يعني ما بيحركوا شيء. ما ضغطوا قبل 17 شهر، كان لازم يضغطوا قبل، ليش تاخروا لليوم؟ ما فين ينطروا على الكوع لتيجي مشكله من هالنوع ويقفوا يقولوا ما بنعمل الجلسه وما بتكون مسائيه واذا بتعملوها بغيابنا يا ويلكم سويد ليلكم. كان لازم يضغطوا من قبل باي طريقه، ما بعرف شغلتهم مش شغلتي. انا كلبناني كمواطن عادي اليوم بهالوضع اللي انا فيه اولويتي مش قانون الانتخاب. خليني اكون واضح معك، اولويتي مش قانون الانتخاب. على أهمية قانون الانتخاب بالنسبة لتركيب السلطة، إنتاج السلطة، لإعادة الوضع بالبلد، أنا أولويتي بالدرجة الأولى بالسياسي انتخاب رئيس الجمهورية قبل ما يكون قانون انتخاب. وما بتصور إنه لا القوات اللبنانية ولا التيار الوطني الحر ولا حزب الكتايب هن دون هذا المستوى من الموقف، عندهم إياها وأولويتهم عم بيقولوها. أنا بس عم بقول إنه فيما يتعلق بهذه الجلسة بفتكر هذه القوى الحريصة على إعادة تركيب السلطة وهي محقة في ذلك، ولازم نبلش بانتخاب الرئيس مش بشيء ثاني. على الاقل تعالجها جراحيا وما عم تتنازل لحدا، بتكون عم بلغه التنازل عم تتنازل للبلد مش لحدا ثاني. طب ما فيه يكون هالبنود الثلاثه الضاغطه ما فيها تشكل حافز للاسراع اكان بانتخاب رئيس جمهوريه واقرار قانون الانتخاب؟ يعني فينا نحط بند قانون الانتخاب، فينا نحط بند انتخاب رئيس. لا بحكي حالنا، 17 شهر ما اتفقوا على رئيس جمهوريه، 17 شهر منهم هلا 4 اشهر ما اتفقوا على ازمه نفايات، 17 شهر وما اتفقوا على اي تفصيل لا كبير ولا صغير، بدهم يجوا يتفقوا على انه انتخاب الجلسه اللي جايه. عمين عم نحكي عم تحكي حالنا؟ معلش يعني الي مين؟ ثم اهم من هيك، مشروع قانون الانتخاب من بعد سنتين من تمديد لمجلس النواب اليوم كل قوه صارت بمحل، حتى في بعض القوى تراجعت عن شيء كانت ماشي فيه قبل، لانه صار في تطورات كثير بالبلد وحسابات جديده ما بقى يمشي عليها اللي كان يمشي قبل. خذي الموقف النسبي وشوفي شوفي شو في تعارض. انا بالموقف المبدئي مبسوط بشغله كثير حلوه بهالمده هي اللي ماشي بين التيار الوطني الحر والقوات، انه عم يعملوا شيء جديد بالبلد على مستوى المشهد المسيحي، وهذا امر عظيم جدا. وانا من الاول زقفت له وبعدني عم زقف له واشجع عليه كليا. بس هل بسال هل القوات والتيار متفقين على قانون الانتخاب يلي بدهم اياه يندرج بنهار الخميس؟ شيء
بالدرجة الأولى، ثم في بحدود 17 مشروع على الانتخاب، أي مشروع بيتفقوا. والأهم من هيك إنه سوا ما معه حق رئيس بري ما يدرجوا القانون، لازم يدرجوا. ما في يدرجوا إذا أدرجوا ليش ما بيدرجوا؟ يطرحوا على الهيئة العامة ويدرسوها بالهيئة العامة 17 مشروع، طبعاً رح يطلع بلا نتيجة بالتأكيد بالتأكيد، بس خلينا نروح ببروسس فيه. شو الكارثة؟ إذا قالوا إنه طرحوه من هيئة خارج، بفتكر عندهم 100 آلية يجي يعملوها، وعلى كل حال في أربعة أيام بعد قبل الجلسة. منا صعبة على هذه القوى اللبنانية اللي امتهنت كل شيء إنها تمتهن بعد منطقة التسوية، يعني بقصة من هالنوع خطرة. لازم نعمل جلسة ولازم نقر 7-8 مشاريع مش كثير مهمين، ان بقروض وهيبات وان بعلاقات مع المجتمع الدولي وان بيتعلق بشيء خطير بيتعلق بالتحويلات وغيرها، بس كمان فينا نعمل تسويه نبلش فيها من هون. يعني اعملوا شيء مشهد، يعني 17 شهر، يعني العالم ما بعرف شو كيف بعد عالم بدها تؤمن حد ادنى من الثقه بهذا الوسط السياسي العاجز عن حل قصه من هالنوع. بلد واقف على الشوار وجاي عليه خطر من هالنوع، وقاعدين عم نخضعوا لمعايير الصراع ذاتها اللي صار لنا 17 شهر فيها وما قبل. كلهم بيتحملوا مسؤوليه بالكامل. هل بالكامل ما حدا ما حدا بيتبرى ابدا ابدا. هل هذا بس بالنسبه للرئاسي، اذا بتقولي عم رئاسي لا ما بعمم بالرئاسي ما بعمم، قلتها هون برجع بقول لك اياها 100 مره. في فريق هو مسؤول، اذا بدكم تحكوا على الانتحار اللي عم يحكي على الانتحار اليوم يبلش بالفريق اللي معطل انتخابات الرئاسه، مش الفريق اللي عم يروح لينتخب رئيس جمهورية. خلت تكون واضحة، خلت تكون واضحة. عم يتخربط كتير الفيو عند العالم. حبيبي أصل المشكلة عندنا بالبلد يلي عطلوا انتخابات الرئاسة وهن معروفين وبدنش مين يشير عليهم بالأصبع، مش اللي ننزل الناس عم ينزلوا كل جمعة على انتخابات الرئاسة بتحمليهم مسؤولية مثل تحملي هديك المسؤولية. طب ما في خوف؟ هذا صار ظلم وهذا صار مش عادل أبدا. لما بتمشي يعني على لحظة ضغطة أنه لبنان رح يخسر ولبنان رح يصير على لائحة عدم ال إيه لأنه اهتر البلد. أوكي، هل هيدا يعني كل ما بنوصل على هالنقطة بنجرب نمرقها تحت شعار أنه لبنان وفي ضغوطات من الخارج وما بدنا نخسر تقييم لبنان وتصنيف لبنان؟ لكن هيدا عم يعني صار 17 شهر أنه البلد ماشي بألف خير، كل ما بنوصل على نقطة ضغطة بنلاقي لها الفورمول تبعها. لا بالنسبة للبعض يعني برئيس أو بلا رئيس البلد بيمشي، يعني رح تصير الصورة هيك بهاي اللي رح يبين هلا بهاي الجلسة، بدل على أنه هاي المعادلة خلصت، هاي بتدل انه خلصت. انتم عم تلتهوا بالجوا وهلا في عندكم استحقاقات مع الخارج غصب عنكم بدكم تروحوا تقروها وما قريتوها يا ويلكم وين رايحين. خلص هي المنطق يلي مفتكر حاله انه كان عم يستقوي بهذا المنطق عم تحكي عنه، معك حق 100%، انه في كثير قوى كانت عم بتقول هيك وحتى في قوى خارجيه كانت عم تحكي هيك، انه عال بلد لبنان ما انه منفجر ولا في ازمه ولا في حرب، ليش ما يهتم فيه؟ ما هيك؟ اذا ما صار في حرب ما بيهتموا فينا، إنه لازم يصير في حال بيهتموا فينا. لا، لأنه إحنا يتامى مع عنا مسؤولين ياخذونا على الحلول. هذا هو، هاي النظرة اللي لنا برا. طيب أنت بتيجي اليوم بتقلديه هون إنه طيب إنه بتخلي المشكلة بكرة توقع حتى تحليها، كيف يعني؟ نحن ما فينا نحمول بقى. إيه يمكن إذا ما وقعت المشكلة ما بيتحركوا لحلوها. هيدي بالنسبة يعني للخارج كمان. بالنسبة للخارج بس مش بالنسبة للداخل. بالنسبة للداخل وقعت مشاكل من هالنوع كل العالم كل الأطراف السياسية راح على المهوار، والناس اكثر شيء حيدفعوا حقها. مين حيدفع حقها هذه الازمه اللي جايه؟ مين؟ انا وياك، انا وياك والقوى السياسيه. شو رح تحب ترجع؟ مازال ما قدروا مانوا على جماعاتهم هون وهون يعملوا مطامر اللي بيرجع يمون عليهم بشو ساعتها؟ هلا قانون انتخاب ينتخبون؟ لا، في شيء جديد بالبلد اللي ما عم يمون على جماعته يعمل مطمر. ما بعرف اذا ما عم يمون او هن في مصالح، هلا رح نحكي فيها. بس كنت عم تحكي قبل انه مشهديه حلوه هي التقارب المسيحي بدون شك طبعا. هل هذا ما دفع او اغاظ النائب وليد جملاط اللي قال لصحيفه النهار اليوم انتقدهم للكتل المسيحيه لما وقفوا من الجلسه وقال انه ما تفعله بعض القيادات المسيحيه هو مزايده ورساله نحو مزيد من الانتحار الذاتي، وقال لهم لن نسير معكم في هذا الانتحار؟ لا خليني بس يتعالى الامر بوليد جملاط. انا بحب كون يعني انا ما بحب للتحريض وبكره اللي بيه، بس ما بتصور ابدا وليد جملاط اغازوا مشهد التقارب بين التيار الوطني الحر والقوات، بالعكس اشيد فيه. اوكي. ما هذا الموضوع، لا مش هون. وليد جملاط عبر بعصبيه مالوفه عنده على القوى السياسيه عند المسيحيين، مالوفه مع الاسف يعني. انا ماني معه. ما بحب اسلوبه بس يحكي عنهم هيك.
هو مرات بس كان يقول يتفقوا المسيحيين ونمشي وراهم، لا فجأة بيقول ما بدنا نصير معهم. مش بهالكونتكست اليوم هون حكى شيء كمان بيشبه حكينا به بري من كم يوم، حكى عن الانتحار بس ما قالش قوى معينة، حكى عن الانتحار. عم يحكي عن انتحار، كان عم يلمح كمان عليهم. لا الرئيس بري معه حق ولا وليد بيك جنبط معه حق. لما بنحكي بالانتحار تعالوا نحاسب كل العالم من 15 شهر لليوم كلكم عم تنحرونا. ما حدا يحكي هيك مع التفريق عن جديد، مع التمييز بين بده ينتخبوا رئيس مش وليد جنبلاط بالرئيس، لا بده رئيس. بس بموضوع الانتحار ما في ولا قوه سياسيه عندها لا حصانه ولا الموضوعيه الكامله ولا عندها المنعه ان تحاسب قوه ثانيه. خلينا يكون واضح هالشيء، ما حدا في حاسب حدا منهم ابدا. بوضع من هالنوع اهترى هالقد وفشلت كل القوى السياسيه عن انتاج حل، ما في ولا قوه تيجي تنظر على الثاني تقول انت عامل كذا وانا مش عامل كذا، واللي بترميه بغيرك غيرك بيرمي فيك. ونحن بلبنان كثير ضايعه، مش انه مش مديني وبس، ضايعه، ما حدا بيمون انه يحاسب غيره. بفهم موقف اي شخص انه يقول انا مع هالجلسه واذا ما صار كذا يا ويلنا وسويت لنا، ايه بفهمه حقه هيدا، بس مش يحاسب غيره. المنطق الانتحار بيرتد على كل القوى السياسيه لما بدنا نحكي منطق الانتحار، وساعتها بيتفصل من 17 شهر الى اليوم شو صاير. خلينا نقول انه دكتور سمير جعجع رد على النائب وليد جملاط عبر تويتر بيقول له: صديقي وليد جملاط كلك لطف وعاطفه وذوق ومحبه، ولكن احيانا من الحب ما قتل. حكيم كثير، حكيم حلو بس كمان بيحكوا بالحب وهيك. حكيم كثير عنده تعبير مميز مميز، وما بده يكسرها معه، ما بده يكسر. ولا بعتقد وليد جملاط بنيتي يكسر حالها، يمكن شايف القصه بمنطق شوي اكثر بكثير من ما هو يعني، وراح على عليهم لحالهم. لا مش لحالهم، مش لحالهم، ما في هو عنه عم ينتحروا، لا مش مزبوط الكلام. طيب هل اتصال الرئيس سعد الحريري بالبطريرك الراعي هو اللي اخذ غطاء مسيحي للجلسه؟ علمن صايره شغله مماثله من قبل ويرجع تراجع البطرك. انا اللي عرفته انه ما انحكى كثير بهالموضوع بين بالاتصال، حسب اللي عرفته معلومات مش هالقد القصه، لا عم بيتكبر كثير امور بتعرفي هاليوم. بس كتلة المستقبل ماسكة العصا من نصها. شو يعني؟ يعني بعدها عم بتقول مع الجلسة مأيدي للجلسة ولازم تصير الجلسة ولازم شركائنا يجوا على الجلسة. اوكي. ولا ما لازم تنعقد الجلسة بدون شركائنا. طيب. يعني ما يصير في خلل بهذا. هلا حينحشروا كمان هن وين؟ إذا إجا شركائهم ما إجوا على الجلسة، أصروا ما يجوا عليها، حتنحشر كتلة المستقبل. بتقديري حتروح بس. حتروح تشارك. حتروح. بس كأنه ما في تنسيق، يعني مش ما في تنسيق، ما في موقف موحد، ما في سعي لتوحيد الموقف بين المستقبل وحلفاء تحديدا. هون انت عم تفوتي على مشكلة اسمها 14 أدوار. ايه تحديدا بين الفريقين، يعني مشكلة عضوية صارت 14 أدوار، مش أول مرة ببين، وهلا ببين أكثر. إذا استدركوها من هلا الخميس ما بعرف، وبكره ما بعرف قديش بقانون انتخاب ممكن يستدركوها. كان في مشروع ثلاثي بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي، بالمناسبة ما بعرف هون بينسأل يعني، وهذا المشروع ما بعرف إذا بعده له حماته أو بعده متبنيينه. وبعتقد هذا المشروع مخوف الرئيس بري. ليه؟ لأنه هودي ثلاثة أطراف ممكن يجيبوا أكثرية. إذا ما في توافق على قانون انتخاب، وكمان رجعت تحكمت لعبة بدنا نعملها بدون ميسائية مثلا شي جلسة، يمكن يمرقوها. يمكن يمرقوا هيك مشروع، وهو مش عاجبه للرئيس بري بعتقد. إيه لا الرئيس بري عنده مشروع طبعا، بده عنده رئيس بري مشروع وغيره عنده مشروع. فاذا 8 اذار ما رضياني واجوا هالثلاث اطراف مرقوه، يعني ممكن يمرق. لذلك في نقزه بالموضوع، في نقزه. وغير هيك يعني قانون الانتخاب صار مثل ازمته، مثل ازمه رئاسه الجمهوريه تماما. او في توافق ايه او ما فيش رئيس. ما فيك تيجي تفرض قانون على حد، وهيك حيصير بقانون ما حدا يضحك على حاله، رح يضل الارجح اللي هو زي ناقص. هيك حيصير، ما رح يصير شيء غير توافق. فيش قوه قادر ولا فريق قادر يفرض شيء على فريق ثاني بقى. وال 17 شهر اكبر دليل. شو صحة المعلومات عن احتمال طرح تيار المستقبل قانون منح المرأة الجنسية لزوجها وأولادها بالجلسة التشريعية في مقابل قانون استعادة الجنسية؟ وهون صحيفة الأخبار تشير عن إحصائيات أنه عدد النساء اللبنانيات المتزوجات بأوروبيين وأمريكيين لا يتجاوز 1000 امرأة، بينما يتجاوز عدد النساء اللواتي تزوجن سوريين وفلسطينيين وأردنيين وعراقيين حوالي 300 ألف. وبهالإطار برد الوزير جبران باسيل كمان اليوم على تويتر
لن نقبل مقايضة إعادة الجنسية اللبنانية للبناني أصيل بإعطاء الجنسية لفلسطيني أو سوري. يعني كمان هاي حرب جديدة عم نشوفها على ما عندي على أي تأكيد أنه تيار المستقبل حاطط هذا الشرط مقابل هذا الشرط. وعلى حال تيار المستقبل معني أنه يرد على المعلومات هذه، لازم يرد. ما عندي ما أي معلومات، وهيدا أخشى ما أخشى أنه يكون هلأ عم يفقس هيك مشاريع، هيدي حتعمل استقطاب طائف مكان ما. هذا شيء خطير، منه منيح أبدا. مقابل أنه في قانون جنسي صار على جدول الأعمال، وهي مهم، شيء كثير مهم، استعادة جنسية شغلة كثير. بس هل سيقر ولا حاطينه بس شكل؟ يعني كمان الوزير وائل أبو فعور أحد الماضي بيقول لن يقر. أنا بعتقد قانون جنسي حيقر. هل هذا يدفع التيار إلى المشاركة، تيار وطني الحر؟ ما هو الرئيس بري قالها بلسانه، مش إنه وقال حطيناها خلافا للأصول هي أموال البلديات، وقبل ما تروح يتوافق عليها باللجان أدرجة لا يقول للتيار الوطني الحر إنه أنا عم يعمل رسالة حسن نية ليجوا على الجلسة. أنت برأيك هون التيار شو، خلص ماشي مع القوات ولا لا؟ ممكن أنا امبارح حسب معلومات اللي صارت بعد ما زار النائب إبراهيم كنعان معراب وجو امبارح بالليل وارد بالنهار اليوم، متشددين كتير، ماشيين مع القوات، ماشيين مع إنه مسكين مع بعضهم كتير منيح بهالموضوع هذا. وأنا برأيي إنه كتير منيح يمسكوا مع بعضهم، بس يعملونا شي مفاجأة ويروحوا على الجلسة بعول الناس مش لحدا تاني. هي رأيي أنا، هي طابع استثنائي ما بينطبق عليه معيار صراع السياسي. رح يكونوا كتير كبار إذا راحوا على الجلسة وقروا هالأربع مشاريع وظهروا من الجلسة. هل هذا يكسر شيء ما بين المستقبل والقوات اللبنانية؟ أوريدي في شيء مكسور، بس إنه شوفي لقلك، من سنتين لليوم صار في كتير، يعني ب 14 أدار مروني، يعني صار في ارتخاء كتير كبير، ارتخاء بس مش لحد اللي فيك تقولي فرطت 14 أدار، ما فرت 14 أدار، بس 14 أدار بحالة ما منيحة أبدا. هذا الفريق السيادي هذا يسي كيف كان من 10 سنين يسي اليوم، يعني ما عاد عنده التأثير اللي كان عنده إياه قبل، ما يضحك حاله الواحد. وأنا بالنسبة إلي هذا أمر خطير جدا، مش سهل. أنا مع إعادة شد عصب 14 أدار، مش منطلق تحزب أعمى، لانه اذا 14 اذار انتهت بطل في توازن بالبلد. منطق الفريقين اللي عم بيشكوا كثير منه ناس كان ممكن يتطور اكثر بكثير ما مفتكرين الناس انه شر. هلا صاروا عم بيشيطنوا هذا الامر، ليكوا عم بيتحلل البلد، انتبهوا، وبخلل التوازن مين رح يبقى واقف على الجاي يرجع؟ الفريق الاقوى. انا مش عم بحرض على حزب الله، بس حزب الله كثير قوي رغم كل شيء عم بيعملوا بسوريا، وحزب الله مش لازم يكون متمسك بلعبة سياسية بلبنان لحاله، بدك تعمل توازن قبيله. بعده قوي حزب الله؟ ايه نعم بعده قوي حزب الله. يعني عم نسمع كثير انه بالرغم من عدد، يمكن هو بعيد قوي مثل قبل، بس ضعف الاخرين عم بيقووه اكثر ما هو. ليش صار هيك ب 14 اذار؟ ليه عم تكبر اللي هو ليه؟ في كثير عوامل عديده، في خارجيه ومحليه وداخليه ببعضهم. في ترهل صار، وفي اجندات جديده فاتت على الخط، وفي انانيات لعبت دور، وفي شيء ارتخى، في شيء ارتخى كثير. ازمه الرئاسي لعبت دور كثير فيها ب 14 دور، مع انه كلهم متوحدين حول ازمه الرئاسي، وبيروحوا كلهم على بيروحوا كلهم على المجلس النواب مع الاسف الشديد. يعني الفريق اللي ماشي مزبوط بالخط البياني والمبدئي بالازمه الرئاسيه هو الفريق اللي مفكفك اليوم. ولو ما فكفك 14 اذار كان في كثير، بس برايك لو ما كان بتكون هيك بيروحوا على مجلس النواب، برايك الموقف حقيقي انه بموضوع الملف الرئاسي؟ يعني بمعنى اخر، هل كلهم بدهم دكتور سمير جعجع رئيس جمهوريه 14 اذار؟ انا بظن 14 اذار كلها صارت ومع رئيس توافق، حتى هي بتضغط باتجاه رئيس توافق، وهالشيء مش غريب. لما الدكتور جعجع هو ذاته قال انه اذا بيصير في امكانيه لتوافق على رئيس اخر هو ببطل، فمش غريب تاخذيها على 14 اذار. هذا مش موقف غلط بالنسبه لي انا، الموقف من هالناحيه ب 14 اذار منه غلط، سنه منه واحد، يعني ليكي شوفي 14 اذار بالازمه الرئاسيه مش عم تغلط، عم تغلط بمعنى عم تغلط، يعني بعض القوى السياسيه بتطرح اسامي بوقت عندها مرشح.
لانه ما فيني نزعل المرشح قبيل حاطين لك انه يا اما الجنرال عون يا ما فيش رئيس. لا بس على القليل يتوحدوا على اسم يعني. يعني اذا اتفقنا على مرشح توافقي بينسحب دكتور جعجع لحاله ما فيهم. لا ما لازم يسحبوا الدكتور جعجع قبل ما ياخذوا ضمان حقيقي بانه قبل فريق اللي مرشح الجنرال عون يقبل برئيس توافقي. وبوقت ايران هي اللي المعرق معه حق دكتور جعجع لما بيكرر الشيء لانه حقيقه هذه صارت مثبته. على الاقل اذا مش هن عم بيعرقلوا بيقولوا للقوى الخارجيه عم تراجعهم روحوا شوفوا حزب الله شو بده شو معناتها ما هي زيتها بتصب محل واحد. صحيح انه مثل ما قال دكتور جعجع انه ايران جربت تقايد بقاء بشار الاسد مقابل الاتيان برئيس حتى ما بعرف اذا مضبوطه بهالدقه بس الخلاصه عم بتكون هيك النتيجه عم بتكون هيك. شوفي الوقائع انت شو عم بيصير مع العلم انه اللي هلا يعني عم تواجهه ايران بسوريا بعد التدخل الروسي هو غير ما قبلها قد ما يكبروا قد ما يكبروا بس ماسك الورق ايران وبعدها عم طعم بعرقل. لما بيروح لعنده الفرنساوي او بيرجعهم الفاتيكان او بدك اياه وقالوا له مثلا احنا ما خصناش شوفوا حزب الله. طب حزب الله عم بيقول لهم يا جنرال عوني فيش رئيس. طب شو النتيجه؟ هي ذاتها. وبنفس الوقت عم تشوفي شو عم بيصير بالنسبه على المعيار السوري، معناتها ايه ربطينا بمكان ما هيدي بهيدي. قد ايه الحزب عم يعطيه للجنرال؟ انه بيقول هو انه يا الجنرال يا ما حدا، بس لما بيوصل على الجد ما عم يكسب الجنرال شيء. لانه ما قادرين يفرضوا الجنرال عون رئيس جمهوريه، واذا ما استخلصوا هيك بعد 17 شهر هن مش مقتنعين. انا بظن بمرحله المراحل كانوا بدهم اكيد 100% جنرال عون. وهلا اذا بيرجع الخيار والقدره عندهم اكيد بدهم جنرال عون. انا بختلف كثير مع 14 اذار بهذا التقويم. انا برايي حزب الله مبلا بده جنرال عون مش سليمان فرنجيه بده جنرال عون بالدرجه الاولى. ولما بيعجز عنه بيتمنى يجيب سليمان فرنجيه يمكن بالدرجه الثانيه ما بعرف. بس بعتقد انه خيار جنرال عون عندهم كان استراتيجي ولكن عجزوا عن فرضه. عجزوا عن فرضه ما قدروا فرضوا. برأيك ما بيقدر حزب الله يمون على بعض النواب مثلا ليأمن نصاب ينتخب رئيس؟ انه نصاب الرئيس ثلثين ايه بس شفنا مش نص زائد واحد، لو نص زائد واحد كان جنرال عون يوم رئيس جمهوريه وكثير نصحوا لجنرال عون زي على معركه بلكي بتجيبها من نص زائد واحد. ليش ما بتنزلوا وتأمنوا نصاب؟ مين بيعرف شو بعرف شو بيعرفك شو بيصير؟ وما انعوا بهالمنطق. كان افضل حل ينعمل هو انه يضلوا يأمنوا النصاب ويحاولوا يجيبوا جنرال عون ولما يجي جنرال عون كنا من طق سلام. شوف في احلى من هيك؟ شو في اسوأ من هيك اليوم؟ ما في شيء اسوأ من هيك. فصل اعلاني ونتابع الحوار مع الاستاذ نبيل بو منصف. نتابع الحوار مع الصحفي نبيل بو منصف. استاذ نبيل، ملف النفايات يعني هلا الرئيس تمام سلام عاطي موقف انه الحكومه لن تتوقف عن البحث في ايجاد الحلول لمعضله النفايات. شو حقيقه معضله النفايات يعني؟ والرئيس تمام سلام ما عم بيقول الامور باشياء باسماء مثل ما هو وعدنا، فتوك من وين ومن مين وليش ما بيبجر الرئيس تمام سلام؟ رئيس تمام سلام لما جابوه لما كلفوه بغالبيه ساحه يكون رئيس حكومه جابوه لانه هو شخص هي طبعه وهي تركيبته وهيك لازم يكون يعني مشان هيك انه زلمه لانه صدامه وتوافقي ويحرص على انه هذه الحكومه صوره عن عن الـ عن الـ عن الوظيفه اللي اجت من اجل هذه الحكومه على راس الرئيس تمام سلام. فهو رجل قد ما فيه يعني عم يبلع قد ما في عم يحمل قد ما في عم يتجنب الصدامات مع القوى السياسية. هو بلا صدامات وما عم يأمن يعمل جلسة لمجلس الوزراء. طب إذا صدم بكرة بحزب الله أو صدم بالقوات اللبنانية مش بالحكومة أو بالتيار الوطني الحر أو حصل بعض المحلات يكون في خلافات هو إياهم وترجع تتعطل الحكومة. مشكلتك اليوم إنه أزمة النفايات بالذات عكست هيدي مش أسوأ أزمة نفايات شافها لبنان وبس وفقط وحسب. هي أسوأ صورة للقوى السياسية في لبنان مع أزمة من هالنوع. نحن جيل الحرب من 40 سنة ولا ميليشيا ما شيلت زبالة بلبنان، كانوا يشيلوا زبالة بشكل منتظم. حلو. يعني بالميليشيات ما صار هيك، بعهد الميليشيات ما صار أزمة زبالة مثل ما عم نشوفها اليوم.
اليوم نحن عم نشوف شيء ما شافوا لبنان بالحرب. بون اجوا عملوا روحوا الوزير الاصلي خطته روحوا له اياها وجابوا وزير الزراعه وراها روحوا له اياها وهلا احنا على البلاطه اللي بيقولوا وعم بيجوا بيحكوا بالترحيل وما بالترحيل مع انه الترحيل بعتقد كمان مستحيل كلفته العاليه وما عادش يترحلوا حسب ما بنلملم نحن مش خبر الموجود على الطريق انه باركينج بنص البحر انا بس بسال سؤال على اخر وقائع اخر وقائع كنا عبنا اوكي بالقاع الشمالي كل يوم يجي انه منطقه امنيه لحزب الله ما بينعمل هون المحلات اللي بيقترحوها اللجنه يطلعوا محلات امنيه يعترض عليهم الحزب ما هيك طيب يجي الحزب يقترح له المحلات الثانيه تقوم عليها الاهالي بين مزدوجين هي المنطقه تبع الاهالي اللي غالبا بتخبوا وراه كثير عالم طيب نسفنا البقاع الشمالي راحوا على الجنوب عظيم اجوا من الجنوب قالوا له هيدا ثاني نهار لا ما مشي الحال الجنوب جينا على الكوستا برافا اجى على الكوستا برافا الامير طلال رفض شو هاللعبه هيدي طب شو برايك شو هاللعبه هاي اللعبه يعني كمان ايه في شيء غريب يعني. انا برايي انه هيدي عم تنربط بالازمه السياسيه خلص مع انه ما تقولي لي انه في ناس بقاش تمون على حدا هالقد إيه عندها بلبنان بس عم تنربط لنوصل لوين يعني شو ليرتوا الازمه كلها ببعضها ويسهلوا على شيء تسويق بعد مش معروف شو هو حتى الزباله مش عقينا ايه شو مفتكريها مسحه؟ مانا مسحه زباله نفايات مانا مسحه النفايات بتفجر اضطرابات اجتماعيه بالبلد بعد وبتهدد البلد باضطرابه الاجتماعي اكثر من اي شيء ثاني اكثر من اي شيء ثاني بس كمان بتهدد البلد يعني هيدي وسيله ضغط هي اللي يوصلوا البلد لمحل ما بعرف شو في اجندات صارت شايفي انه يمكن في شيء عم بيقرب الجانب الايجابي الوحيد هون بتستخلصي او مش ايجابي بس انه الشيء اللي بيستخلص من الامر في شيء ناطرينه وقرب لحتى عم يضغطوا هالضغط كله سوا بكل شيء شو ممكن. من زباله لاكبر ازمه بلبنان اليوم ما عم تنحل ليه شو مطلوب باكج ديل كبيره بكل شيء شو ممكن يكون قرب يعني تسويه في شيء هيك او ضغط لتسويه او ضغط لفرض شيء على البلد او ضغط لاحداث امر واقع ما مش بالامن بيصير بغير شيء بيصير بالاجتماعي وبالاقتصادي وبالمالي اللي ما لازم يصير بالامني لانه الامني شيء محظور ما حدا حيربح فيه وبعده خط احمر والحمد لله يمكن كرمال هيك لكن تمام الرئيس تمام سلام ما عم يدعي لجلسه لانه بنشوف انه الرئيس نبيه بري بيدعي يعني في ناس سلام. بتزعل في ناس صحيح. بترضى بس انه الرئيس تمام سلام كثير بده رضا الاطراف اللي انا يتحرك. من رايك انه لازم يدعي ويحشرهم مثل ما عمل رئيس بري خليت كوكبه خليت موضعه محله مع العلم رئيس بري مختلف القصه هون في شيء طابع ملح كتير خطير اذا ما مش صار يا لا لا بلا بلا اخطر بكتير بس مش في دواء بكره بننطر لبس يبلشوا الناس يمكن يموتوا بس في صارت ما فيش لمجتمع دولي ولا منظمات مثل قافي عم تهددك اخر السنه ما مرقتوا لي هو في شيء خطير حيصير لذلك عم بضل كل شيء بيتعلق بالاجنده المحليه عندنا عم بيموت بالوقت عم بيروح لانه فيش يعني في تعذر ولا بل استحاله على اتفاق على اي شيء صار بلبنان بغياب رئيس الجمهوريه هي هي الحقيقه مش انه عم نقول رئيس جمهوريه بلبنان خارق مش شيء خارق رئيس جمهوريه لا من وقت الطائف لليوم ولا رئيس جمهوريه عمل شيء خارق غير يعني اقصى حد قدر يمكن يا ريت انه يطبقوا اللي بنص عليه الدستور الحد الاقصى يعني ما عم نقول خارق بس عنوان الانتظام عنوان ما تقولي لي اليوم 17 شهر تقارنيها بايام الرئيس سليمان بالقليله مجلس وزراء حوار صحيح تلت عهده راح بتشكيل الحكومات صحيح الكلام بس ما تقولي لي ما كان في زعر على البلد الان ما كان في نظام عم يختل هالقد بضل في حد ادنى من انتظام في رئيس الجمهوريه عم يدعي في حد ادنى من انتظام النظام لما اختل النظام نهائيا وصار كل واحد عم زبلته سياح بتاخذيني على التعبير لك وين وصلنا اسوا ازمه زباله شفتيها بلبنان وما راح تشوفي اسوا من هيك والله يستر من اللي جاي بالرغم من كل هيدا ما في حل والرئيس تمام سلام ما راح يدعي لجلسه او الحكومه انا رايي رئيس سلام يعني. رئيس سلام في خط احمر لازم يعمله براسه انه ما بقى يحكي ولا يقرب ولا يفكر نهائيا بشيء اسمه الاستقاله لانه هو خط الدفاع عن اللبنانيين بالنظام وبالواقع بس يعني. انت بتلاقيه جد لانه اي شيء بيدفعوا على هالموضوع هذا معناتها البلد فعلا رايح على شيء محل كثير خطير فهو ملزم حتى لو غصب عنه بدي اقولها انه ما يفكر اي شيء من هالنوع انه هو خط الدفاع الاخير على البلد
بس بنفس الوقت هنيك بالرايح تحت هالهامش هو عليه انه ياخذ مبادرات اللي بيحشروا فيها القوى السياسيه. ايه مش لازم يدعي لجلسه وانه طبعا بحضور منطقه ويقر. انا بظن انه لما بيصير في عنده عناصر جديده، انت لو في نيه تسهيل اليوم لمساله النفايات وتعذر كل الخيارات الا المطامر، ما في غير المطامر حتمشي. متماني شايف طيب يرجع حزب الله يعيد النظر ويعطيه شيء محل بالبقاع شمالي، شو بيمنع؟ بيكون عم يسهل له اياها؟ معلش شيء يعني هلا الحزب انا مش عم بتهمه انه هو معرقلها لحاله حتى ما يفهم غلط، هو ومين؟ بس هو ومين؟ اساسي بهالقصه. ليش ما بتعطوه محل بالبقاع الشمالي؟ طيب تعذر عليكم بجنوب وكوستا برافا، ما اعرف شو هي اللعبه اللي صارت هونيك، انا رجعوا اعطوه بالبقاع الشمالي. ما تقولي لي بهيدي القاره انا ابن المنطقه وبعرفها، يعني شو اللعبه اللي فيش محل ينعطى مطمر فيها؟ لا في محلات كثير. شو اللعبه اللي بدها تكون بالكوستا برافا يعني؟ صار في لعبه مزدوجه انه نمشي فيها اول نهار ثاني نهار ما مشينا فيها، لدرجة انه طرح النفايات على طاولة الحوار. يعني الحوار إيه حتى عجز عن لا لا سوري انه معلش هذه مش قصة يعني مراتب بالرفعة وبالكذا. ما بعتقد انه على طاولة الحوار بيصغروا اذا حكوا بالزبالة، لانه البلد حينفجر. طيب شو رأيك بالمقولة؟ سوري لبنان اهم من هذا الطق الحنك عم بيحكوا فيه بمواصفات، سوري على التعبير هلا يعني. لحكي فيهم عن جد طق حنك، بس البعض قال انه في طرح انه ياخذوا زبالة على سوريا، ولكن في شرط هون انه يصير تواصل بين رئيس الحكومه او الحكومه. هالشيء مزبوط، هي معلومات دقيقه اوكي مزبوطه 100%. أوكي. في عدد من العروض، في رجال اعمال معروفين من النه، في وزير بل شي لمحوا انه ايه نحن بنجيب لكم اصغر يعني ارخص عروض، بس بدكم تعملوا اتصال مع الحكومه السوريه. انتبه، مانا جديده هيدي. اوكي، اول ما نشات ازمه النفايات انا بتذكر طلع هذا الكلام انه خلينا نحكي مع السوريين، خلينا نعمل مطامر او على الحدود هذا، بس بدنا نحكي مع السوريين. ايه هلا النظام السوري انتعش ونفش ريشه وافتكر حاله صار قادر هلا يفرض امر واقع علينا. لا كبيره كبيره كثير كبيره. شو يعني لما تقول لا كبيره؟ يعني كبيرة. ما لازم يحكم ما رح يحصل، ما رح يحكم لا 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 لا. ولو كان ما رح نتيجة حكي معه بالزم لك فيها. مين جزم لك رئيس تمام سلام؟ ما انا ما ملزم افصح عن المصادر ابدا، انت بتعرف بالزم لك مش حينحكى معه ابدا. بس لو كان النتيجه حل ملف عم نتخبط فيه قلنا قد بس مش بالحكي معه، مش بالحكي، في شركات. اذا عندكم شركات مضبوطه، ليش اذا بكره رئيس سلام بده يوقع عقد مع شركه بريطانيه بيروح عند كاميرون ليه؟ شو صار عليه؟ هي الشركه جاي عم تعمل عقد معها بس ليه برايك؟ قطاع خاص دوله عم تقعد مع قطاع خاص مع شركات. ليه برايك الجانب السوري طالب انه الحكومه تحكي معه لاضفاء شرعيه؟ لانه النظام السوري اللي صار عمره اللي ورثه عم بيو هلا، هي طباعه تجاه لبنان على طول. انت اليوم عم تعيشي بعدك هلا ثلاث ارباع مشاكلك من وراء الموروث من النظام السوري واللي اخذوه اطراف لبنانيين وعم يتصرفوا مثله. يعني كمان ما عم ضيع البوصله مع الاسف. 14 اذار صاروا هيك. لازم يضل هذا الشعار كان بالصراع من اوله لاخره، من اوله لاخره. بعدك انت هلا اليوم مشكله اكبر مشاكل اللي على البلد عم تعانيها بما فيها الفراغ الرئاسي، لانه بعد الموروث من النظام السوري عم يتنفس في لبنان. حدا غلبط الابتزاز والتعطيل، وهو منين اجوا؟ هو وين مواريث؟ وين هو منين اجوا هون؟ بعد بتفضي الورقه وبتعملي الورقه، لبنان كله صار ورقه وبيتباهوا فيها وبتحكي وكل العالم ثلاث ارباعها عم بتعاني، كل البلد وبلطوا البحر. هذا هو هيك. بس في عندنا اطراف الحكومه بتتواصل مع السوري، يعني نحن مش بدنيا من عزل. نحن مش حارب على النظام السوري. لا لا، عم اقول انه في وزراء بنائب النفس عم يطبق واقعيا. نائب النفس على المستوى الرسمي الحكومي عم بحكي، مش عم بحكي عن حزب الله ما فيش زوم نفتح الملف يعني. بس ايه لما بيتصلوا بالنظام السوري ليش بيتصلوا فيه؟ ليه؟ ليش بده يفتح حاله هالباب وما بتعرفي وين بتوصلك هيدي القصه؟ حطت ميادين امبارح هيعملوا قصه عليها وانا ضده يعني بالمناسبه. ضد وقف البث؟ طبعا طبعا بدون شك يعني. ليه؟ حيث تكون الحريه انا معها بالمطلق. ما بدها بحث يعني، ما بدها نقاش يعني، مين ما كان يكون. وما بيليق فيي يكون هيك انا ابن النهار يعني. معقول انا مع ايه بالكامل ضد تأييدها ابدا. هن يعملوا رقابه ذاتيه على حالهم، ايه احرار ينتبهوا هن على حالهم، بس مش بيسكروها. بس لما اجوا بالمنار بيسكروها الاوروبيين، رحنا اعتصمنا عندهم انا وجبران طويني. صحيح. لا لا ضد. معقول الحكومه تاخذ القرار انه بتامل انه ما يسمحوا بهالشيء، بس يعملوا اجراءات اللازمه ويعملوا مفاوضات مع الاطراف المعنيين ويفهمون انه هذا لبنان. هيدا لبنان، هيدا موقع الحريات،
مش كله بكره بدي ينقلوا على دبي وعلى اردن وعلى هون شو بيبقى لنا؟ ماشي ما عادش في عندنا غير هي. الحوار شو سميت طرح مواصفات الرئيس؟ خليني اقول غرغره حتى ما نستعمل تعبير مشين. شو عم يستفيدوا من هالحوار؟ يعني الرئيس بري بيعمل اشياء منتجه اكثر بالعاده. ليكي خليني اعطيه حق شوي الرئيس بري، تأنيب بعض الامور بس. الرئيس بري عم نشيد فيه لاعب مهم بدون شك، من اعتق اللاعبين اليوم وعنده صار خبره، بعدين اعتى رئيس مجلس نواب بالعالم. العالم ما بعرف قديش هيدي منيحه له او مش منيحه. يا جنس هيدا اكيد بالمنطق الديمقراطي ما انا منيحه له اكيد. هيدي منطق مش لازم تكون هيك، مش لازم بس اوكي. هلا عم نحكي على صفاته نحن، زلمه الديمقراطي عم يختاروه يعني. لا بالمنطق الديمقراطي مش عم يختاروه، بالمنطق الديمقراطي صار هيدا واقع طائفي معينه عم تفرض مسيرة باستمرار حتى لو عم يجوا بينتخبوا. مفروض يصير في تداول بالسلطه، تغيير بالمنطق الديمقراطي. واللي عم بيقولوا على الرئيس بري منسحب على غيره. نعم. لو كان رئيس الحكومه حيكون زيته كنت قلت نفس الكلام. بس انه رئيس مجلس يضل هالقد مش علامه ديمقراطيه ببلد بيتباهى انه عنده نظام ديمقراطي، على العلم انه هالشيء صار بينسحب على كثير اشياء، مش بس الرئيس بري هون بدنا نحطه على المشرح غير، بس في واقع طائفي معينه بعده بهالحاله اللي هو فيها، ما بعرف قديش ممكن يكون قابل للتغيير بالمستقبل. ولكن الرئيس بري ما كانش غلطان لما اختار لحظه معينه يفتح فيها حوار داخلي مسكر كل الجسور بالقليل بالشكل منيحه، وبالمنطق الخارجي ما كانش غلطان كمان لما لمح انه بعض الامور ممكن تحلحل الازمه الاقليميه، على الاقل على موضوع ايران السعوديه اللي هو بيعرف كثير منيح، وكلنا بنعرف انه هن مفتاح والقفل بالانتخابات الرئاسيه في لبنان. قال لك ليش ما ببلش اهل الوضع الداخلي لنلاقي هاللحظه اذا صار في توافق هناك او حوار ما بين السعوديه وايران بمسعى فرنساوي وفاتيكاني وربما الامريكاني بلحظه من اللحظات رجع يفوق علينا، بنكون نحن جاهزين بنبلش بالقليل نحط على النار. اوكي بالمنطق بالمبدا منه غلطان، بالمبدا مش غلطان. أوكي. بس بالواقع طلع معهم حق مين؟ القوات اللبنانيه. القوات اللبنانيه بالاطراف، مش عم نحكي عن حالنا، نحن مش مغشوشين من الاول. بس بالاطراف السياسيه طلع معهم حق انه رجعنا مثل ما عملتوا بالحوار الماضي، صرتوا لمحل فنشتوا ما عملتوا شيء، وهلا عبكير بينوا انه مش ظابطه معهم، مع انه الرئيس بري بيقول غير شيء. شو بيقول؟ بيقول الاعلام كثير عم ببالغ انه عم بيقول مش عم تطلع، مش عم يطلع شيء منه الحوار، لا عم بيطلع منه شيء. انا لحد هلا مش مقتنع انه طلع منه شيء. ما شفت شيء منه، وهيدا جدول المواصفات بعد صفات الرئيس ما قدرت كتبت عنه غير بسخريه. وانا ما بسخر كثير. ولاني مهضوم لاسخر يعني. ما بدي اني مهضوم، بس ما لقيت في شيء غير سخريه. شو عم بتقول لي انه شو نمره اجره بعد شوي، شو بيلبس كذا، وانت خي ما في حنه قدامك، مرشحين قدامك، والازمه قدامك، وفي حاله وحده بس، يا بدك تكسروا هالتابو الخارجي وتطلعوا منه وتنتخبوا رئيس جمهوريه بتوافق داخلي وتتفقوا على انه اللي كانوا مرشحين مش ماشي حالهم لنروح على مرشحين اخرين، يا اما شو عم تضيعوا لنا وقتنا وتلهونا وتعطونا امال واهيه مره ثانيه. بس بفتكرش حدا وهم انه هذا الحوار رح يوصل لمحل. شو رايك باللي قاله رئيس حزب الكتائب نائب سامي الجميل انه وصفهم انه مرشح ايران ومرشح السعوديه؟ انا ماني مع ولن يفوز لا مرشح ماني مع ايران مساواه، سوري يعني على التعبير. الدكتور جعجع مش عم بحكي على الصعيد الشخصي، مش على الصعيد الشخصي، الدكتور جعجع ما رشحته السعوديه. لا ولا انا بخالف الراي إيران. لحبيب قلبي نائب سامي جميل ايه بس ولا ايران بس بخالف الراي بهالمقارنه هي بهالمعادله. كان مرشح 14 اذار والقوات اللبنانيه مش سعوديه حملوا له حاملته، عم يعملوا فريق اللي عم بينادي بالجنرال عون، مع اني انا مش عم بنس بالجنرال عون حقه يترشح بس كمان مش بالكامل. ايران رشحته بس هونيك في شيء واضح علني. لا في حزب الله، حزب الله شو؟ معلش فريق سياسي لبناني لا مع ال 14 اداره بيضلوا يقولوا ما بدهم للعماد عون لانه ما عم يتبنوا. بدنا نجمل الامور، منا فينا نجملها كمان. انا ما بجمل، انا ما بجمل. لا الجنرال عون مرشح حزب الله وأني اذار بشكل علني ومن وراهم ايران، بس 14 اذار ما هالقد شفنا دفع سعودي ورا سمير جعجع، ولو بيروح لعندهم بيستقبلوه. ايه؟ مش معناتها انه بدهم شيء، بس سمير جعجع مش بنفس المعادله اللي بينحط بالكونتكست الاقليمي اللي انحط فيه جنرال عون. والا كان جنرال عون انتخبوه رئيس جمهوريه لو ما هيدي المشكله، ما جنرال عون ليش منقص خصومه؟
مش بس بشخص، شخصه ما بعتقدش منقذهم هالقد، منقذهم بالعلامه الاقليميه اللي قد يشكلها، هي اللي عم بقوله انا. قد يكون افضل رئيس جمهوريه، مش هي الموضوع. موضوع انه سيكون عنوان لانتصار محور اقليمي هو ايران، النظام السعودي، النظام السوري. النظام السوري الدكتور جعجع بعد شهرين ثلاثة من ترشيحه بلش يبدي مروني يتنازل، مش معناتها انه في محور عم يشك فيه او بده يكون عنوان انتصار لمحور، لا، مش نفس الكونتكست. انا ماني مع المعيد بس كمان حتى اللي قاله يعني مجرد يوصف انه الدكتور جعجع مرشح سعودية او العماد عون مرشح ايران، يعني الكتائب عم تحط حالها، عم تبعد حالها عن المسيحيه. هذا قراره، هذا هو حر فيه، هو بيرجع تقديره لإله قديش ممكن يكون مفيد او ممكن ما يكون مفيد. انا هيدي حريته وحقه، مش انا مش هلعب ناقشه، انا عم ناقش هيدي المعادله اللي بالزيت هذيك، حر فيها الحزب الكتائب هو، ويمكن في اشياء كثير تفيده بهالموضوع وفي اشياء يمكن تكون مش منيحه، ما بعرف. مثلا بتسمع علامات استفهام هون، وين صارت وين صارت حزب الكتائب من 14 اذار بهيك معادله؟ لما انت عم تشوف انه نفس المعادله اللي هون وهون، فاذا انت صرت كثير بعيد عن اثنين، يعني بعيد حتى عن 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 فريقك. هذا سؤال بتوجه لسامي جميل مش لإلي. استاذ نبيل، بدي اشكر حضورك معنا وهذه القراءه اللي ما فيها سخريه. تسلم يا رب. مشاهدينا شكرا للمتابعه، تابعوا دائما الام تي في على تويتر، فيسبوك وعلى الموقع الالكتروني. الى اللقاء.